وبعض أهل العلم يعبر عن هذه الأوقات الخمسة بثلاثة أوقات، فيقول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، فيجعل الوقتين وقتاً واحداً، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس فيجعل أيضاً الوقتين وقتاً واحداً، فتكون ثلاثة أوقات عندهم، من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس وقبيل الزوال، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس. كلا القولين صحيح، لكن اختلاف في تعبيرات أهل العلم، لأنهم يفرقون بينها من باب أن ثلاثة أوقات فيها يحرم أن يصلي فيها، وقتان يكره، يعني من بعد الفجر إلى طلوع الشمس هذا يكره، من طلوع الشمس إلى ارتفاع هذا يحرم، وقبيل الزوال يحرم، وبعد العصر يكره، إلى أن تضيف الشمس الغروب يحرم. فثلاث أوقات محرمة وقتان مكروهان.